ترأس معاون المحافظ للشؤون الأمنية زهير محمود الزهوان ورشة عمل عن ظاهرة سلاح المنفلت التي نظمتها أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد في قصر الثقافة والفنون بحضور قائد شرطة صلاح الدين اللواء قنديل والمهندسة شهلة أكرم البياتي مديرة قسم تمكين المرأة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وناشطين وحقوقيين. وأكد الزهوان على أهمية التعاون مع مؤسسات الدولة لإنهاء السلاح المنفلت وتوعية المجتمع وتثقيف فيه ضد هذه الظاهرة من خلال الإعلام، فيما قال قائد الشرطة أن علاج هذا الموضوع يكون تدريجيا من خلال الجهات الأمنية وفرض هيبة القانون. ومن جانبها شددت البياتي على ضرورة اعتماد شيوخ العشائر وثيقة تتضمن رفض هذه الظاهرة السلبية في المجتمع، لأن ظاهرة السلاح المنفلت تعتبر ضمن مؤشرات الإنذار المبكر في لجنة الحد من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب. مرحبا بكم بتواجدكم ويانا اليوم في هذا الاجتماع المخصص لمعالجة السلاح المنفلت. حقيقة هذا الموضوع من المواضيع المهمة والحيوية اللي تأرق كثير من الناس. احنا كعراقيين معروفين دائما عندنا الاحتفال وفي عزائنا وفي أفراحنا بإطلاق العيارات النارية، فحقيقة اليوم الموضوع أخذ حيز مهم وحيز كبير. تم مناقشة كل الإيجابيات والسلبيات اللي موجودة في المجتمع، وإن شاء الله الأمور راح تنحل تنوضع لها الحلول. فنأمل إن شاء الله من الجميع من جميع المشاركين في هذا المؤتمر أن يقوموا بواجباتهم بشكل صحيح حتى نبني مجتمع بشكل اللي يخدم كل أهلنا إن شاء الله في المستقبل القريب. حضورنا اليوم لهذه الجلسة لنناقش موضوع السلاح المنفلت، وهي طبعا ظاهرة سلبية انتشرت كثيرا في محافظة صلاح الدين في الآونة الأخيرة خاصة بعد أحداث داعش. السلاح المنفلت كلنا نعرف أنه ظاهرة بدأت خاصة بالإطلاق الأعيرة النارية مثلا بالزفاف أو بحالات الحزن. إحنا أتكلم لكم كنائب رئيس لجنة الحد من التطرف العنيف المؤدي للإرهاب التابع لاستشارية الأمن القومي مكتب رئيس الوزراء. من التوصيات اللي طلعنا بها من هذا الاجتماع أنه إحنا اليوم إن شاء الله راح نحدد ونشكل لجنة رئيسية في ديوان محافظة صلاح الدين برئاسة المعاون الأمني أستاذ زهير الزهوان. هذه اللجنة راح تشكل بعدها أيضا لجان فرعية بالأقضية والنواحي. من ضمن التوصيات أنه راح نسوي إن شاء الله بها اجتماع ونحضر إن شاء الله تحضر بها كل شيوخ العشائر ويوقعون اتفاقية بعدم إطلاق العيارات النارية حتى نحد من هذه الظاهرة السلبية، لأن هذه الظاهرة تعتبر أيضا من مؤشرات الإنذار المبكر اللي انتشرت مو بس محافظة ببقية المحافظات. اليوم حضرنا مع أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد، هي أكاديمية معروفة في جميع محافظات العراق، انطلقت تقريبا 13 محافظة، صارهم أكثر من أشهر يعدون لهذا البرنامج الحكومي، فمن ضمن هذا البرنامج كان السلاح المنفلت. اليوم ناقشنا مع الجهات المعنية والمسؤولين ذات الصلة بهذا الموضوع من مؤسسات الدولة، فكان أهم النتائج أنه نضع بعض الحلول اللي موجودة في صلاح الدين من ضمنها العشائرية ومن ضمنها تكوين لجان للحد من هذه الظاهرة، وأهم الأسباب اللي أدت إلى هذا السلاح المنفلت الموجود. شخصنا بعض النقاط اللي حددناها ضمن هذه الجلسة.